أنبياء مع سهى النجار. يونس عليه السلام. أرسل الله يونس إلى قوم نينوى فدعاهم إلى عبادة الله وحده، ولكنهم أبوا واستكبروا فتركهم وتوعدهم بالعذاب بعد 3 ليال، فخشوا على أنفسهم فآمنوا فرفع الله عنهم العذاب. أما يونس فخرج في سفينة وكانوا على وشك الغرق، فاقترعوا كي يحددوا من سيلقي من الرجال، فوقع 3 على يونس فرمى نفسه في البحر فالتقمه الحوت، وأوحى الله إليه ألا يأكله، فدعا يونس ربه أن يخرجه من الظلمات، فاستجاب الله له وبعثه إلى 100,000 أو يزيدون. كان يونس بن متى نبياً كريماً أرسله الله إلى قومه، فراح يعظهم وينصحهم ويرشدهم إلى الخير ويذكرهم بيوم القيامة ويخوفهم من النار ويحببهم إلى الجنة ويأمرهم بالمعروف ويدعوهم إلى عبادة الله وحده. وظل ذنون يونس عليه السلام ينصح قومه فلم يؤمن منهم أحد. جاء يوم عليه فأحس باليأس من قومه وامتلأ قلبه بالغضب عليهم لأنهم لا يؤمنون، وخرج غاضباً وقرر هجرهم ووعدهم بحلول العذاب بهم بعد 3 أيام. وقاد الغضب يونس إلى شاطئ البحر حيث ركب سفينة مشحونة، ولم يكن الأمر الإلهي قد صدر له بأن يترك قومه أو ييأس منهم. فلما خرج من قريته وتأكد أهل القرية من نزول العذاب بهم، قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم، وصرخوا وتضرعوا إلى الله عز وجل، وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات، وكانوا 100,000 يزيدون ولا ينقصون، وقد آمنوا أجمعين. فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي استحقوه بتكذيبهم. وردت أحاديث كثيرة عن فضل يونس عليه السلام، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وقوله عليه الصلاة والسلام: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب.